يتنفروا قوات المسلحة أو الشرطة أو الناس اللي هم مش على هواهم أو مش تبعهم، هؤلاء يطلق عليهم خوارج العصر. التكفير دي أصلا كلمة كبيرة، مش أي حد يكفر حد، لأن إن الدين عند الله الإسلام، الإنسان المسلم يقول لا إله إلا الله، ما أقدرش أنا أكفره أيا كان. بيكفروا مين؟ هم أساسا إيه تفسيرهم للتكفير الناس دي؟ ومين هم دول؟ دول خلوا الإسلام شكله وحش في الدنيا كلها. الفن الجيد بيوصل يعني إيه، يعني إيه، يعني حق، يعني إيه، يعني كل واحد من حقه يعيش إزاي، وكل واحد من حقه فين حقوقك وفين حقوقي. أنت حر، مش عايز تتفرج ما تتفرجش، أنت في إيدك الريموت وتتحكم فيه، لكن تيجي تقول دي كافرة وده مش كافر وتحكم، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعرف، وربنا سبحانه وتعالى ممكن يقبل التوبة من أي إنسان في أي وقت. موجة التكفير دي اصلا حصلت بقى لها فتره، يعني من ساعه الدنيا بقى في احتقار للدين، وبقى فاهمين اصلا الدين بظاهر النص بس، فكل واحد بقى بيكفر اي حد مش اصحاب المهن بس. رايي الشخصي ان مفيش اي واحد يقدر يقول ده كافر ومش كافر الا ربنا سبحانه وتعالى، لان حتى الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يفتي كان يقول والله اعلم. والله اعلم. فضيلة الامام، يعني واضح الناس بالفعل الجزئيه دي قد ايه في حاله غضب منها. في الناس دي اطلقت تكفير عام كده على المجتمع، وتكفير للجيش، وتكفير للشرطه، وتكفير للفنانين، ووصفونا كاعلاميين ان احنا صحره فرعون، والامر تعدى الحدود يعني. فحدود هذا التكفير ايه يا فضيلة الامام؟ كيف نواجه هذا التفكير، التكفير والتفكير؟ هم على فكرة ما بيفكروش، لأن فكر وكفر حروف واحدة. فهم التفكير عندهم، هم عندهم عايزين يشوفوا لهم شخص يقودهم زي قطيع الغنم زي الخراف، لكن كون هو يفكر أو يتدبر أو يشعر أو كذا. ولذلك قتل فيهم الحب، وقتل فيهم الجمال، وقتلت فيهم الرحمة، وقتل فيهم الرفق. لا تجد هذه الأشياء فيهم، حتى أشكالهم الخارجية، حياتهم، تذوقهم للطعام لم يعد هكذا، وتلاقي أغلبهم تخين كده لأنه بيأكل أي حاجة في أي حاجة، ما بيتذوقش، ما بيختارش. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني وهم جعانين بيبحث عن الاختيار والأزكى في حالة ما يعلم بها إلا ربنا، دول نايمين كل المدة دي فأيمين جعانين. فعلى كل حال انت بتسأل سؤال في حاجة موجودة في العلوم ممكن تتقري تدخلوا عليها على النت ولا حاجة، اسمها متلازمة تولستوي. متلازمة تولستوي ده بأبسط ما يكون فيها ان احنا عارف في بعض الاعلانات يرسلك القطاش بتاع الضمنه كده، وبعدين يضرب الاولى، فالاولى تخبط التانية والتانية تخبط وهكذا لغاية ما توقع الكل. المتلازمة دي عندهم في ذهنهم. فهم بيقولوا ان الفنانين مستديمين ان الفن الاول معصية، دي نمرة واحد، القطاش نمرة واحد، فهذه المعصية هم مستمرين عليها، فهذا دليل على انهم مستحلين للخطأ والخطيئة، فهذا يدل على انهم استحلوا مجمع عليه، فهذا يدل على انهم كفار، يبقى هم كفار. وقص على هذا الشرطة والجيش والإعلام والعلماء، لان هم بيرتبوا مثل هذه الترتيبات اوهن من بيت العنكبوت، لا علاقة اطلاقا لكل قطاش من اللي هم بيحطوه في ذهنهم وتتداعى الافكار. الولد وهو بيتنطط زي الفولة في النار بيفاكر انه هو بيعمل حاجة لله، ولكن هو افتقد منهج التفكير المستقيم. ايه منهج التفكير المستقيم؟ انه اي معصية
لا يمكن أن تكون كفر، لأن الإيمان محله القلب، ولذلك فالسلوكيات الخارجة لا علاقة لها بها. ولذلك هناك مؤمن وهناك مؤمن فاسق ممكن، وهناك مؤمن مذنب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ده كل يوم بيقع في الخطأ أو الخطيئة. فهؤلاء الناس فقدوا التفكير المستقيم وفقدوا العقيدة المستقيمة، لأنهم في غالبهم هتلاقيهم أنهم خارج النطاق الأشعري. أبو الحسن الأشعري بيترجم عقيدة الصحابة وعقيدة من خلفه، لأنه هو 330 ميت هجري، الثلاث قرون الأولانية دي هو لخصها بس بلغة العصر بتاعه. وأبو الحسن الأشعري ما زال كلامه إلى الآن هو المعتمد والذي عليه عقيدة الأزهر. نحن أشاعرة في عقيدتنا ومذهبيون في فقهنا وصوفيون في أخلاقنا. الصوفية اللي فيها الذكر والفكر، المذاهب أهل السنة اللي الأربعة دول اللي وثقناهم، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، هم عندهم قصيدة سافلة اسمها قصيدة القحطاني، بيشتم فيها في أهل السنة والجماعة، وبيطبعوها دلوقتي ويوزعوها زي منشورات، وفيها يا أشاعرة يا أسافلة الورى يا صم يا بكم بلا آذاني. القحطاني ده مين؟ ما نعرفش. شوف شوف بقى، شوف الفرق ما بين ان انا بقول له قال النووي، قال ابن حجر، قال ابن فور، قال الجويني، قال الغزالي، قال الشافعي، قال البيهقي، قال ما فيش ناس أئمة معروفين هم مين دول، وبين واحد هم نفسهم مش عارفين مين القحطاني ده اللي هو بيشتم وبيقل أدبه. إذن لماذا يكفرون؟ لمتولي تولستوي في أذهانه. لماذا يكفرون؟ لأنهم يكفرون بالفعل مثل الخوارج. لماذا يكفرون؟ لأن عصرنا عصر ما هوش عصر خير، لا، مع زيادة السكان قل الضبط الاجتماعي، مع زيادة السكان كثرة من الناس غير الملتزمين. يعني هو كل الناس بتصلي؟ يعني هي كل الناس عبد القادر الجيلاني؟ لا، فزادت نسب عدم الالتزام. فده يا عيني هم عايزين كل الناس يمشوا على المسطرة اللي هو عملها، فده بيسبب عليه ضغط ذهني ونفسي كبير جدا، بيخليه بهذه الصورة الكاريكاتيرية اللي انت بتشوفها، بان الواد بيتنطط زي الفولة في النار. وفي ايه؟ لانه عاتل الهم، حاسس بالضياع، حاسس بانه هو يعني في ظل جو مش بتاعه، عصر مش بتاعه. ولذلك تلاقيه بيدعو إلى أن نعيش عصر السابقين. أي سابقين؟ يعني تلاقيه لو عرضت عايز يعيش في الطب النبوي، بالرغم أن الحبوب اختلفت، فلازم عليه يدرس علشان يوفق، علشان أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عايز يعيش في الزي، عايز يعيش في الأكل والشرب والنظام الدوائي بتاع الماضي. فإذا هؤلاء الناس عنده مشكلة كبيرة جدا. هذه المشكلة بتتأكد بالثقافة، يعني ثقافة الشعب بتساعدهم عدم وجود الثقافة، فلازم نعمل ثقافة جيدة عشان تطرد ده لوحده من غير نقاش. ومن هي المناعة اللي عند الناس، ها؟ المناعة اللي عند الناس ما تسمحش باستشراء هذا المرض. أنا بقول إن في ثقافة سائدة، هذه الثقافة السائدة جعلت حاجة قنوات لما طلعت جذبت هذه الثقافة السائدة. مظبوط. أنا عايز في هذا الجو نفسه نشيع الثقافة الصحيحة. صحيح. ثقافة ملوش دعوة بالدين، طرق التفكير، مناهج التفكير، فلما يطلعوا دول من العشش والجحور ما يعرفوش يكذبوا حد. بارك الله فيك فضيلة الإمام. نلتقي بعد الفصل، ابقوا معنا.